شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنبدأ بقى هنعمل اللوجن بتاعتنا وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. قبل ما ابدأ اعمل اي كود، تمام؟ انت يعني انا بنصحك انك تذاكر حاجة اسمها سوليد برينسيبل، تمام؟ انت لو هتقرا عنها من غير ما اقول لك او من غير ما اشرح لك اي حاجة انت هتفهم الدنيا ماشية ازاي، لكن انا بقول لك ذاكرها لان دي من الحاجات المهمه جدا اللي هتخلي الكود بتاعك مور ريوزابل، يعني هتخليه مرن دايناميك، سهل يتقرا، سهل يتعدل عليه، سهل يتعمل عليه ابجريدنج، سهل يتعمل عليه كل حاجه. ممكن الكلام يكون مش واضح، لكن انت ممكن تبحث وتدور وتذاكرها، وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب، وان شاء الله لما ربنا يكرم واجي الخطوه ان انا اشرح السوليد ان شاء الله هشرحها بكل تفصيله فيها، تمام؟ لكن دلوقتي انا هشتغل او هخلي الكود قريب من السوليد برينسيبل، مش بنسبه 100%، انا هخليه قريب الى حد ما من السوليد برينسيبل، وهوريك ازاي بيخليه مور ريزابل، بيخليه انك تعمل اديتنج عليه بكل سهوله. ده كله ان شاء الله هوريه لكم واحنا شغالين، بس برضو ده بروجكت صغير، مش هيظهر عليه فوائد السوليد قد كده، لان البروجكت ده بروجكت صغير. لما تروح شركات كبيره وتشتغل على بروجكتات كبيره هتعرف معنى السوليد وهتعرف مفهومها اكتر وهتعرف انها مفيده جدا، لكن خلينا شغالين هنا وبرضه هنشوف. بس انا بقول لك مش هتشوف فوائدها زي ما بتشتغل على بروجكت كبير، تمام؟ انت دلوقتي يعني شغال مع نفسك على بروجكت صغير، لكن لازم تتعلم السوليد وتفهم الكونسيبت بتاعتها، تمام؟ خلينا اول حاجه، احنا المفروض في الداو، تمام، عملنا الكونكشن بتاعي لو حد فاكر، تمام. انا هنا احنا قلنا الداو دي باكج بنحط فيها كل حاجه خاصه بينا، يعني اي سيكوال هنكتبه هنحطه في الداو. مثلا لو عاوز تجيب مثلا داتا بتاعت اليوزر، تعمل اد، تعمل ديليت، تعمل ابديت، ايا كان، فبنحطه في الداو. عاوزين اول حاجه نروح نعمل باكج هنسميها مثلا سيرفيسز، تمام؟ هنعمل فينيش، خلينا نعمل باكج كمان، تمام؟ هنسميها سيرفيسز بس ديت امبلمنتيشن، تمام؟ اندرسكور امبلمنتيشن، خلينا نعمل فينيش، تمام؟ هنا السيرفيسز وهنا السيرفيسز امبلمنتيشن. خلينا جوه السيرفيسز هنعمل انترفيس، جافا انترفيس. لو ما لقيتهاش خش في الازهر ابحث عنها، تمام؟ وهو يسميها ايه؟ هنسموها اول حاجه احنا عاوزين نعمل لوجن هنسميها مثلا يوزر سيرفيس، تمام. هنعمل ايه؟ فينيش، تمام. هنعمل اول حاجه هنعمل فانكشن بابليك انت لوجن، تمام، ومفروض بتاخد يوزر. هنشرح الفانكشن دي بتعمل ايه، خلينا بس نعمل امبورت. الفانكشن دي بكل بساطه بديها اليوزر بتاعي اللي بيحتوي على اليوزر نيم والباسورد اللي انا هاخده من اليوزر، تمام. فبيروح الفانكشن ديت المفروض لما هعمل لها امبلمنتيشن هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي، تمام، هيروح في داتا بيز يشوفها هل بتماتش معاها ولا لا ويرجع بالداتا، تمام. اذا ممكن تعملها بوليان، ممكن تعملها انتجر، انتجر هترجع 1 في حاله ان فعلا بيماتشز مع بعض وهو فعلا الداتا بتاعته مطابقه، بترجع 1، بترجع 0 في حاله انه الداتا مش مطابقه، او بوليان ترو فولس زي ما انت حابب اعمل، تمام. ده بالنسبه ان احنا عملنا اول فانكشن اللي هي بتاعت ايه؟ اللوجن، تمام. تعالوا هنا في السيرفيس امبلمنتيشن نعمله نيو كلاس ونكتبه مثلا ايه؟ يوزر سيرفيس امبلمنتيشن، خلينا نعمل اي ام بي ال، تمام، اختصار الامبلمنتيشن، ونعمل فينيش. خلينا هنا نروح نعمل امبلمنت لمين؟ اكيد مش عاوزه تفكير لليوزر سيرفيس، تمام. اول ما نعمل امبلمنت احنا عارفين ان اوريدي هيروح يقول لك اعمل ايه؟ اعمل اوفررايد لاي فانكشن اللي هي موجوده في اليوزر سيرفيس. المفروض احنا عارفين الانترفيس بتحتوي على الابستراكت ميثود، يعني بتحتوي على الهيدر بتاعت الميثود بس. بنروح نعمل امبلمنتيشن
او نعمل اوفر رايد. تمام، هنا عامل اوفر رايد لللوجن كده لغايه دلوقتي يا جماعه. تمام، واحد يقول لي طب عاوزين بقى نعرف السوليد فايدتها ايه. لو انت مذاكر سوليد تمام، انا بس هنا عملت ريتيرن صفر عشان هو جايب لي ايرور، عشان هو المفروض بيرجع انتجر، فعملت ريتيرن زيرو عشان بس الايرور يروح مش اكتر. تمام، المفروض دلوقتي انا مثلا لو واحد لو شغالين على بروجكت كبير تمام، ايا كان ده مثال بس بسيط مش اكتر. تمام، فانا لو عاوز يعني مثلا ايه في اليوزر سيرفيس عاوز اضيف لك او عاوز اجبرك انك ايه تعمل فانكشن معينه. يعني انا مثلا مش عاوزك تعمل ديت، انت المفروض مثلا هتعمل دي انت، انا مش عاوزك تعمل دي انت، هروح اعملها لك فويد. تمام، فانا كده جبرتك انك لازم تعمل الفانكشن دي فويد. انت فاهمني؟ يعني مثلا لو واحد بيقسم بروجكتات او بيقسم قصدي تاسك في بروجكت كبير، مثلا تيم ليدر بيقسم عليك تمام، فانا مش يعني انا ما اعرفش قوي يعني، اصلا انا لسه ما اشتغلتش يعني ولا ايا كان في الحاجات دي، بس انا بقول لك كمثال بسيط مش اكتر للتوضيح. هنا انا بكل بساطه عملت لك فويد، فاجبرتك هنا انك ايه انك لازم تعملها فويد. تمام، عاوزك تضيف كمان فانكشن بطريقه معينه، مثلا بابليك مثلا سترينج. تمام، سترينج ايه مثلا برنت. تمام، عاوزك تعمل امبلمنتيشن للفانكشن ديت، فهناك اجبرتك انك تعمل امبلمنتيشن للايه للميثود ديت وهكذا. السود يا جماعه ليها فوائد كتيره اكبر من اللي انا بقوله ده بياما، لكن انا بس بوضح الفكره مش اكتر. لو انت ذاكرتها هتعرف الدنيا ماشيه ازاي، وبتخلي الكود بتاعك يعني بتخليه يعني بكل بساطه يقدر يتقرا، يقدر يتعمل له ايديتنج، يقدر يتعمل له ابجريدنج، يقدر يتعمل له كل حاجه، وبيخليه زي ما قلت لك مور يوزابل، بيخليه مرن. تمام، لغايه كده خلينا بقى نرجع نمسح ده كله ونرجع دي انت زي ما كانت. تمام، وهنا برضو نرجع دي انت كده، احنا عملنا كل حاجه. تمام كده يا جماعه، احنا لغايه دلوقتي عملنا السيرفيس امبلمنتيشن تمام، وعملنا السيرفيس بتاعتنا. تمام، عاوزين بقى نروح في الداو اللي هي السيكوال بتاعنا، هنشوف هنشتغل فيها ازاي. خلونا نعمل جافا كلاس هنا، هنسميه مثلا يوزر داو. تمام، وهنعمل ايه فينيش. تمام، هعمل هنا فانكشن هسميها بابليك انت ريجستر. تمام، بتاخد يوزر. تمام، وهنعمل امبورت اليوزر، خلينا هنا نعمل ريتيرن زيرو. تمام، هنا يا جماعه هنعمل ايه بقى؟ المفروض اول حاجه اجيب الكونكشن بتاعي، هطلع هنا في اللوكال تمام او في الجلوبال. تمام، هعمل برايفت كونكشن. تمام، كونكشن. تمام، هاجي هنا هقول له الكونكشن بتاعي، هجيب الكونكشن بتاعي هنجيبه ازاي. لو حد فاكر في داتا بي في داتا بيس كونكشن كنا عاملينها ستاتيك عشان نديها باسم باسم الايه الكلاس بتاعها، لو حد فاكر. تمام، هنعمل هنا كنترول في دوت كونكت. هنا انا جبت الكونكشن بتاعي. تمام، تاني حاجه عاوزين نروح نجيب جمله السيكوال بتاعتنا، او نكتب قصدي جمله السيكوال بتاعتنا. هنعمل برايفت string، هنسموها مثلا اسم variable عادي خالص SQL initial value null، وخلينا برضو ندي للي فوق initial value null، وممكن تدي initial value في constructor. تمام، انك تعمل هنا constructor. تمام، وهنا ممكن تعمل الكونكشن هنا this دوت كونكشن، وتكتب null زي ما انت ايه حابب. تمام، انا هسيبهم فوق عادي خالص. تمام، هنا بقى هعمل ايه، انا جبت هنا عملت هنا الكونكشن بتاعي. تمام، وعملت السيكوال بتاعتي. تمام، عاوزين نكتب جمله السيكوال. هنا هنكتب ايه بقى، هنا هنكتب جملة السيكوال بتاعتنا. المفروض هنا في الريجستر هروح اجيب الداتا بتاعتي لما
اليوزر نيم ايكوال اليوزر نيم اللي موجود هنا، والباسورد ايكوال الباسورد اللي موجود هنا. مش فاهمين؟ طب وضح لنا كده. فالمفروض هعمل سيلكت زي ما باين ايديكم دلوقتي، سيلكت هقول اول فروم لوجن وير، مش ايميل بقى، احنا كنا عاملين ايه؟ يوزر نيم. تعالوا كده نفتح الورك برانش بتاعنا، تمام؟ او انت فاتح الاكزام او ايا كان السوفت وير اللي انت شغال عليه، بدل بتعرف تتحكم فيه وتتعامل معاه خلاص، تمام؟ عندنا اليوزر نيم والباسورد، تمام؟ اذا اليوزر نيم ايكوال علامه الاستفهام اند باسورد ايكوال علامه استفهام، تمام؟ كده احنا كتبنا السيكوال بتاعتنا بتعمل ايه؟ بتجيب كل الداتا من اللوجن، تمام؟ مش اللوجن بقى، اليوزر، تمام؟ هوير يوزر نيم ايكوال علامه استفهام اند باسورد ايكوال علامه استفهام. المفروض علامه الاستفهام ديت هيكون مكانها ايه؟ اليوزر بتاعي. اليوزر يعني المفروض اليوزر اللي هو مستخدم اللوجن. تعال نعمل رن بس عشان الدنيا توضح اكتر. هنا انا هعمل يوزر نيم وباسورد، فانا المفروض هخزنهم، هيكون جايين لي او مش هخزنهم، هيكون جايين لي في الاوبجكت ده. فانا هشوف اما اعمل سيلكت لكل الداتا من اليوزر، من اليوزر بتاعي، لما اليوزر نيم ايكوال اليوزر نيم بتاعي والباسورد ايكوال الباسورد بتاعي، واحد يقول لي فين اليوزر نيم والباسورد؟ هقول لك احنا الاوبجكت ده لو دخلنا عليه كنا عاملين فيه يوزر نيم وباسورد. فانا هجيبهم عن طريق جيتر والستر وهشوف هل بيماتشز في الداتابيز ولا لا. تمام، لغايه كده تمام يا جماعه. هننتقل على نقطه مهمه جدا. المفروض هنا اعمل بقى ايه الخطوه الجايه؟ ان نعمل ايه؟ سيت للداتا بتاعتي مكان علامات الاستفهام دي، تمام؟ المفروض في حاجه عندي اسمها بريبير ستيتمنت، فاحنا هنيجي نعرف فوق بريبير ستيتمنت، تمام؟ بريبير ستيتمنت ايكوال هنخليها برضو نل، وخلينا نعمل له ديت ايه؟ برايفت، تمام؟ نعمل امبورت للبريبير ستيتمنت، تمام؟ المفروض بقى هنا هقول له بريبير ستيتمنت ايكوال كونكشن واعمل دوت كرييت، عندنا كرييت او مش كرييت، دوت بريبير بريبير ستيتمنت، وادي له جمله السيكوال بتاعتي، تمام؟ هيقول لي اعمل تراي وكاتش على ما اعتقد، تمام؟ تراي وكاتش، تمام؟ وجوه هقول له ايه؟ هبدا بقى اعمل سيت للداتا بتاعتي، هقول له بريبير ستيتمنت بتاعتي دوت سيت سترينج، تمام؟ المفروض هنا بديله الاندكس بتاع علامه الاستفهام، وهنا بديله السترينج بتاعي. هنا يا جماعه الاندكس بتاعت علامه الاستفهام بيبدا من واحد، عشان ما حدش يتلخبط ما بين الاندكس بتاع الاري والاندكس بتاع وانت بتعمل سيت للداتا. هنا هنا بيبدا 1 و2 عادي خالص، تمام؟ فهنا هقول له 1 اعمل لي سيت لليوزر دوت جيت ايه بقى؟ جيت يوزر نيم، تمام؟ حلو جدا. هنعمل هنا برضو سطر برضو اللي هو زي ده، بس هنعمل ايه للباسورد؟ هنقول له 2، تمام؟ هنقول له هنا جيت باسورد، بس كده احنا عملنا سيت للداتا بتاعتنا. لغايه كده يا جماعه تمام. واحد يقول لي او واحد ملاحظ معايا يقول لي ايه؟ طب انت هنا عملت سيلكت اول فروم يوزر نيم يوزر هوير يوزر نيم ايكوال عند استفهام اند باسورد ايكوال علامه استفهام، وعملنا سيت للداتا، تمام؟ ما انت ليه هترجع كل الداتا؟ احنا عاوزين بس اليوزر نيم والباسورد. هقول لك عندك حق، فاحنا ممكن هنا نقول له يوزر نيم، تمام؟ وباسورد هوير from user where username equal علامة استفهام and password equal علامة استفهام، تمام؟ مفيش أي مشكلة لغاية كده، تمام. طبعا دلوقتي بقى عاوز استقبل الداتا بتاعتي اللي هترجع بعد ما عملت سيت الست للداتا بتاعتي، عاوز الداتا اللي رجعت لي استقبلها. طبعا لازم استقبلها في حاجة اسمها result set. طبعا يا جماعة انت المفروض واحد مذاكر سيكوال، يعني اكيد ما انتش داخل بروجكت جافا اف اكس الا انك عديت على حاجات كتيره
زي اقل حاجه منهم، اقل حاجه السي وينج. فانت اكيد متعامل مع السيكوال، تمام؟ فاحنا هنعمل ريزلت سيت، ريزلت سيت هنعمل ده برضو ايكوال نال، تمام؟ وهنعمل برايفت، تمام؟ هنا هقول له بقى ايه الريزلت سيت بتاعتي ايكوال بريبير ستيتمنت دوت اكسكيوت كويري. هعمل اكسكيوت للكويري بتاعتي كده، رجعتها في الريزلت سيت، تمام؟ الريزلت سيت فيها فانكشن مهمه، الريزلت سيت فيها فانكشن مهمه اللي هي ريزلت سيت دوت نيكست. دي بترجع، لو جينا رحنا نشوفهم بترجع ايه؟ بترجع بوليان، بترجع ترو في حاله ان فعلا في داتا رجعت، وبترجع فولس في حاله ان مفيش داتا رجعت. يعني هنا لو في يوزر نيم وباسورد فعلا رجعوا، لما اليوزر نيم والباسورد بيطابقوا اليوزر نيم والباسورد اللي اليوزر دخلهم، لو رجعوا داتا فعلا هيرجع ايه؟ ترو. طب لو مفيش هيرجع فولس. فهنا انا ممكن استغل الحته دي واعمل ايه؟ اف الريزلت سيت دوت نيكست رجع ايه؟ ريتيرن ايه؟ 1، تمام؟ وطبعا ممكن تعمل else return 0، لكن انا في عامل في الاخر return 0. هو لو في داتا هيعمل return 1 خلاص، مش هيكمل، ما هي return خلاص كده، ممكن تعتبرها ان خلاص الفانكشن ديت ايه اتعملت، يعني ايه اتنفذت خلاص، بيرجع ايه؟ بيرجع للهيدر بتاعه تاني، تمام؟ لو هنا لو انت هنا عملت اي instruction او اي lines بعديها مش هتتنفذ، اول ما تعمل return خلاص كده الفانكشن خلصت، تمام؟ تمام. طب لو الاف ما عملتش شيء، اذا هيرجع هيفضل ماشي هنا، ما عملش ريتيرن خلاص، هيفضل ماشي لغايه تحت ويعمل ريتيرن زيرو. اذا كده هو ما عملش ايه؟ هو اليوزر نيم والباسورد اللي اليوزر مدخلهم غلط، تمام؟ ده كله يا جماعه هيوضح واحنا شغالين. فاحنا كده خلاص، خلصنا الريجستر، تمام. تعالوا نفتح بقى ال سيرفيس امبلمنتيشن بتاعنا، تمام؟ هنعمل هنا برايفت، تمام؟ هنعمل اللي هو ناخده اوبجكت من كلاس اللي هو اسمه يوزر دي او، تمام؟ هنروح هنا، تمام؟ ونكتب يوزر دي او، تمام؟ هنعمل امبورت ونعمل كونستراكتور، نعمل له انيشال ايه؟ فاليو، تمام. هنا هقول له يوزر داو ايكوال نيو يوزر داو، تمام. وانت ممكن تعمل هنا ايكوال نيو يوزر داو دايركت، ايا كان زي ما انت حابب اعمل. هنا هقول له، هقول له ايه بقى؟ هقول له اف، ركز معايا، اف اليوزر داو دوت ريجستر وحدله اليوزر ايكوال ايكوال 1، او ماشي خلينا نكمل بس برضه، وانا هقول لك على طريقه ثانيه افضل. ريتيرن، ريتيرن ايه؟ ريتيرن 1. ما هو لو رجع 1 اذا هو عمل لوجن او رجع الداتا بتاعتي اللي هي في اليوزر داو، تمام. لو غير كده يبقى ريتيرن 0، ونفس الفكره اول ما يعمل ريتيرن اذا كده الفانكشن خلاص بريفورمت اتنفذت، تمام. وهعمل ريتيرن زيرو هنا، تمام. انا ممكن بدل ده كله هقول له ايه؟ ريتيرن يوزر داو دوت ريجستر واديله اليوزر كده. دي هترجع لا اما 1 لا اما 0، 1 في حاله انه ايه؟ عمل لوجن او الداتا رجعت، تمام؟ 0 في حاله ان الداتا ما رجعتش، تمام. لغايه كده يا جماعه تمام. هنيجي برضو اخر خطوه في الفيديو ده، انا عارف الفيديو طول، تمام؟ بس عشان بس بتظبط الكود بعد كده العمليه تكون سهله، تمام؟ هعمل ولا خلينا الخطوه ديت المره الجايه. كده احنا المفروض لغايه دلوقتي عرفنا احنا عملنا ايه ونظمنا الكود بتاعنا. تعالوا بنرفعهم الكود بتاعنا على الجيت هاب. هنيجي في الجيت هاب بتاعنا هنعمل ايشيو، تمام؟ هسميها كرييت يوزر سيرفيس اند يوزر داو، تمام؟ assign yourself، تمام؟ submit new issue،
تمام. بالنسبه يا جماعه الاساين يور سيلف اللي شايفني كل مره بعملها، لو انتم تيم شغال فكل واحد بيعمل الاساين لنفسه. فلما تيجي في الايشيو مثلا هوريك دلوقتي، خلينا بس ناخد دي كوبي تمام، وهروح هناك هعمل اد تمام، وبعدين هعمل الكوميت بتاعي كنترول في، وهعمل كلوزس تمام كوميت تمام. هروح اعمل ايه في الريموت بتاعتي، هعمل بوش تمام، هعمل نيكست نيكست فينيش، هستنى اعمل بوشنج تمام. عمل بوشنج، هروح هناك عمل لي كلوزد والكوميت بتاعتي اهي وكل حاجه تمام. لو رحت يا جماعه في الايشيو هخش على الايشيو تعمل لها كلوزد، لو انتم تيم شغال فكل واحد بيسهر اللي هو اللي ايه اللي هو عمل ايه التاسك دي تمام. يعني لو واحد او واحد عليه مثلا كريت موديل، واحد عليه المين في اكس ام ال، واحد عليه مثلا اللوجن بارت 2، فكل واحد بيعمل اساين يور سيلف تمام. وهنا ده كان كومنت احنا عملناه، ده كومنت كنا عاملينه تمام. فكل حاجه انت عاملها بتظهر هنا بشكل بسيط وبشكل كويس، وكل حاجه بتبقى فيها منظمه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. اتمنى اكون وفقت، ولو في اي تقصير مني ف يعني ممكن حد يكلمني يقول لي احسن من حاجه معينه. واتمنى يكون الفيديو واضح وفي استفاده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.